ده انا اذكر ان انا حكيت لكم قبل كده قصه وكان عم معمول الشريط اسمها بصمه في قبر. اخوات كانوا عايشين مع بعض وبيحبوا بعض. ايه المشكله؟ ان الاب ما كانش رابط قلوبهم بالطاعه، ما كانش معلمهم الدين، فكان سايبهم كده وخلاص. اهو بياكلهم وبيشربهم زي ما كتير من الناس بتعمل، اهو مدخلهم احسن مدارس، ملبسهم احسن لبس، خايف عليهم، معيشهم في بيت جميل، لكن في النهايه الناحيه الدينيه ما بيسالش فيهم خالص. في يوم من الايام الاب ده غني جدا وعنده عمارات وعنده عزب وعنده اطيان وعنده عربيات، وكان من ضمنهم عماره مميزه جدا على النيل مباشره. مات الراجل وراح الاولاد عشان يدفنوا ابوهم. فلما دفنوه الابن الصغير خالص قال لهم بعد ما الاب دفن انا هنزل بس القبر اشوف الراجل التربي دفنوا على القبله ولا ما دفنوش على القبله. ونزل الولد. فلما نزل يا جماعه اتاخر تحت حوالي ربع ساعه. طب انت نزولك عشان تشوف الاب هو على القبله ولا مش على القبله ده لا يستغرق اصلا دقيقتين ولا دقيقه. ايه اللي قعدك ربع ساعه؟ فاخواته فوق قلقوا. فواحد قال انزل اشوف هو بيعمل ايه، عمال انادي عليه ما بيردش. فنزل، فكانت المفاجاه انه لما نزل لقى اخوه ميت جنب ابوه. خد بالك مش دي المفاجاه، لا ده في مفاجاه اصعب من كده. المفاجاه الكبيره ان الولد الصغير كان طماع جدا، فهو لما نزل القبر كان معاه في جيبه محبره حته كده صغيره كده بتتفتح يبقى فيها حبر، وراح نازل ومعاه عقد بيع للعماره اللي على النيل كان طمعان فيها، وراح نازل فاكك الكفن من على ابوه ومطلع صباعه وراح مبصمه على عقد بيع للعماره اللي على النيل. ده بعد ما مات في القبر بدل ما يتعظ ويقول في يوم من الايام هنام النومه اللي انت نايمها يابا ديت، خد بالك، ويتعظ ويتذكر ويتهيأ لهذا اليوم ويستعد للقاء. لا 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 لا، كان طمعان في العماره، فلما بصمه على الورقه خلاص العماره بقت بتاعته، وطبق الورقه وشال المحبره ولسه هيطلع، كان ملك الموت في انتظاره. موت هنا، فمات هنا، خد العماره، هيتحاسب عليه يوم القيامه، ممكن يخش النار بسببها، خد بالك، ورغم ذلك لم يستمتع بها. فنزل اخوه لقى المفاجاه، اخويا سرقنا، مض او بصم ابويا على عماره وخدها لنفسه، وقبل ما يطلع كان ملك الموت مستنيه. شفت الخزي؟ عشان كده سميت الدرس ده بصمه في قبر. تسوى ايه يا جماعه؟ تسوى ايه؟ قرايبك، رحمك، حبيبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، كما عند البخاري ومسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه.